بن عطيه وكودا وقبلهم دوميتزي كما قلت عاملين مباراه كويسه. تياجو سيلفا تقدم، تياجو سيلفا من جديد الى كاسانو، كاسانو وكره باتو، التعادل التعادل، باتو يشعل سان سيرو، باتو التالنتينو يصنع هدف التعادل لباتو، والنتيجة 3-3. عادت المباراة لنقطة البداية قبل 8 دقائق فقط من النهاية، 8 دقائق تتبقى على نهاية المباراة، يعود التعادل زي ما قلت لكم كانت 3-2، ممكن جدا تبقى 3-3 الآن، ممكن جدا.